إذا متابعينا الكرام، متابعي ومتابعات قناة صافي جود، مباشرة معكم من هنا من مدينة أسفي. إذا استنفار أمني كبير من طرف عناصر الأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية بعد شكوك حول تواجد جثة متحللة بأحد المنازل هنا بحي شعبي. إذن تحية لرجال الوقاية المدنية متابعينا الكرام اللي جاوا على الفور بعد يعني التوصل ديالهم بالخبر ديال شكوك حول وجود جثة متحللة بأحد المنازل هنا بمدينة أسفي. إذن هذا المنزل هذا فهو تتواجد أحد الأحياء الشعبية بالمدينة. إذن دائما نذكر جميع السادة المشاهدين المشاهدين ومشاهدات قناة صافي جود على أننا على المباشر من مدينة أسفي. كيف ما تلاحظوا معنا استنفار أمني كبير من طرف عناصر الأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية بعد التوصل بخبر ديال شكوك وجود جثة بأحد المنازل أحد أحياء الشعبية هنا بمدينة أسفي. إذا في هذه اللحظات متابعينا الكرام المصالح الأمنية برفقة عناصر الوقاية المدنية كيتسناو التعليمات ديال النيابة العامة من أجل الدخول ومن أجل فتح هذا الباب والتأكد من صحة الخبر. إذا دائما تنذكروا جميع السادة المشاهدين المشاهدين ومشاهدات قناة صافي جود على أننا على المباشر. إذا شكوك متابعينا الكرام حول تواجد جثة متحللة إذا في انتظار التعليمات ديال النيابة العامة متابعينا الكرام وفي انتظار الإذن بالدخول لهذا المنزل وبالاقتحام ديالو فالمصالح ديال الوقاية المدنية ومصالح ديال الأمن الوطني فراه تينتظروا التعليمات متابعينا الكرام. إذا دائما كنذكركم على أننا تنتواجدوا بأحد الأحياء الشعبية بمدينة أسفي بعد ما توصلنا بالخبر ديال شكوك حول تواجد جثة متحللة بأحد المنازل. بالنسبة يعني الساكنة هما اللي بلغوا المصالح ديال الأمن بأنه كاين واحد الرائحة اللي تتنبعت من واحد المنزل. فالمصالح الأمنية كيف ما تلاحظوا فهم حاضرين
برفقة عناصر الوقاية المدنية وأيضا السلطات المحلية. هذا بالنسبة للمنزل، هو هذا متابعينا الكرام اللي تتنبعت منه واحد رائحة اللي كنظنوا على أنها ديال شي جثة متحللة. إذن دائما في انتظار تعليمات ديال النيابة العامة متابعينا الكرام من أجل اقتحام هذا البيت ومن أجل فتح الباب ديالو. فالمصالح ديال الوقاية المدنية فراه تنتظروا الإذن بالدخول. إذا قبل ما نكملوا هذا البيت إذن والصوت والصورة واضحين عندكم متابعينا الكرام. إذن في هذا الأثناء متابعينا الكرام تعطى للمصالح ديال الوقاية المدنية الإذن بالدخول لهذا المنزل بالتأكد من صحة الخبر. إذن دائما نذكر جميع السادة المشاهدين مشاهدي ومشاهدات قناة صافي بود على أننا على المباشر من مدينة أسفي وبالضبط من أحد الأحياء الشعبية هنا بالمدينة. إذن استنفار أمني كبير هنا بهذا الحي هذا بعد توصل المصالح الأمنية بخبر حول شكوك حول تواجد جثة متحللة بهذا المنزل هذا. كيفما تلاحظوا معنا فاستنفار أمني كبير من طرف المصالح الأمنية وأيضا رجال الوقاية المدنية. حيدو يا ربي السلامة متابعينا الكرام. إذن شكوك حول تواجد جثة متحللة بأحد المنازل المتواجدة بأحد الأحياء الشعبية هنا بمدينة أسفي. أولدي الله عليك. إذن كنظنوا على أن التعليمات ديال النيابة العامة مازال ما توصلوش بها المصالح الأمنية، مازال في انتظار. مازال متابعينا الكرام المصالح الأمنية كتنتظر التعليمات ديال النيابة العامة من أجل الدخول لهذا البيت ومن أجل فتح هذا الباب هذا.
إذا بالنسبة لهذه الجثة هذه فكيقولوا الساكنة أنها أو هذا البيت هذا فكيقولوا الساكنة أنه كتقتن فيه سيدة اللي كتسكن غير بوحدها. مازال حدود ساعة ما عندنا حتى شي معطيات اللي أكيدة. إذا هناك شكوك حول تواجد جثة متحللة بهذا المنزل هذا، والمصالح ديال الأمن الوطني كينتظروا التعليمات ديال النيابة العامة من أجل الدخول من أجل فتح هذا الباب. إذن بالنسبة للمعطيات اللي كنتوصلوا بها الآن، لأن هذا البيت هذا فهو كتقدم فيه سيدة اللي في السبعينيات من العمر ديالها، فهذا البيت هذا فراه تنبعت منه واحد الرائحة كريهة، وليت نظن أنها ديال جثة متحللة. إذن في انتظار تعليمات ديال النيابة العامة متابعينا الكرام، مازال كنتظروا. اجل صبر نشوف. إذن في هذه الأثناء متابعينا الكرام كتعطى تعليمات من طرف النيابة العامة من أجل الدخول لهذا البيت، كيف ما تلاحظوا استنفار أمني كبير من طرف رجال الأمن الوطني ورجال الوقاية المدنية، بالإضافة أيضا لتواجد فرقة مسرح الجريمة التابعة للمديرية ديال الأمن الوطني. إذن دائما تنذكركم متابعينا الكرام على أننا تنتواجدوا في مدينة أسفي، بالضبط بأحد الأحياء الشعبية هنا بالمدينة. إذن استنفار أمني كبير من طرف المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية بعد التوصل بخبر بشكوك حول تواجد جثة بهذا المنزل هذا. إذن بالنسبة للمصالح الأمنية فكيتواجدوا الآن معي المكان برفقة رجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية. إذا في هذه اللحظة يتم الفتح ديال الباب من طرف عناصر الوقاية المدنية. إذا في هذه اللحظة أيضا تيباشروا فرقة مسرح الجريمة بالدخول للمنزل والتأكد من الخبر. Thank you.
إذن المعطيات اللي وصلنا الآن على أنه الخبر صحيح، الجثة وكاين يعني كاين جثة متحللة داخل هذا المنزل ديال السيدة اللي في السبعينيات من العمر ديالها، اللي تسكن أو لا تسكن بوحدها في هذا المنزل. إذن دائما سنذكر جميع السادة المشاهدين مشاهدي مشاهدات قناة سافي جود على أننا اليوم مباشر من مدينة أسفي في وجود جثة متحللة بأحد المنازل الشعبية هنا بمدينة أسفي، وتواجد أمني كبير بالمنطقة. إذن حضور أيضا فرقة مسرح الجريمة. إذن رائحة كريهة تتنبعت متابعينا الكرام من هذا المنزل. بالنسبة لهذه الجثة متابعينا الكرام فهي تترجع لسيدة اللي تتسكن بوحدها في هذا المنزل، هذا سيدة في السبعينيات من العمر ديالها كتسكن بوحدها في هذا المنزل. Thank you.
إن لله وإن إليه راجعون. متابعينا الكرام، إن لله وإن إليه راجعون. هيدا ولدي هيدا ولدي.